أحسن الله إليكم. يقول أصابني وسواس في الطهارة وفي الغسل بكثرة الماء، فما توجيهكم وما نصيحتكم؟ أنصحك في هذا الأمر أو في حيال هذا الوسواس بأمرين، إن وفقت للقيام بهما سلمت بإذن الله عز وجل. الأول صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مستعيذا به، ولا سيما بالتعوذ الذي جاء في آخر سورة من القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والأمر الثاني ألا تعبد الله إلا بما شرع، ضعها قاعدة متينة أمام ناظريك، ولا تعمل إلا بما شرع الله لك. فإذا دعتك نفسك بداعي الوسواس إلى تكرار الطهارة، تكرار الوضوء، بعضهم يكرر 10 مرات الوضوء أو أكثر، هل هذا شرع أو لا؟ يسأل نفسه، هل هذا شرع؟ هل هذا أمرت به أو لا؟ ويجد الجواب إن لم يكن على علم، يسأل أهل العلم، يجد أن الجواب هذا غير مشروع. وإعادة الطهارة بهذه الصفة إثم وليس طاعة، ومنكر وليس معروفا ولا إحسانا، فيه تضيع لوقت الصلاة، وفيه إهدار للماء وإسراف، وفيه إيذاء للبدن، وفيه تثقيل للعبادة، وفيه مضار كثيرة جدا، وليس من ما شرع الله. فالتقرب إلى الله بهذه الطهارة المتكررة، ينتهي ثم يعيد وينتهي ثم يعيد وينتهي ثم يعيد إلى آخره، هذا ليس من شرع الله، فعليه ألا يتقرب إلى الله إلا بما شرع.